الله موجود، احنا دايرين بال الدولة. يعني سمعت حديثي ويا احنا سامعين من قبل الحرب ال81 الى هذا التاريخ هي امريكا تهدد باطل. احنا ما عندنا باطل، احنا على حق. وعلى الحق الى ما يقص راسه غير الله. والانسان ايش قد ما يريد يهدد ويريد يسوي واحنا ما متعدين عليه الله يغضب عليه. ولا احنا متعدين خلي الله يغضب علينا. بس ان شاء الله نغضب عليهم وهم يهلكون. ويظلون جوعانين ويدقون يتمنون العراق ويتمنون جميع دول العربية. هم ذولا مو اليوم، من تاريخ الإسلام هم استعمار منتين، وإن شاء الله احنا منصورين بحيل الله باسم أبو عدي. أنا من 79 بالعراق، والعراقيين أهلي، ويعني أنا ما عشت بمصر بقد ما عشت بالعراق. ويعني شعوري ما أقدر أوصف لك إياه بجمل بسيطة، ولكن أحس إن أنا عايش بوطني وبين أهلي وإخواني احنا هاي الشغلات ما صرف عندنا. احنا مثل ما يقول العراقيين مجربين بالقادسية وبهم المعارك، واحنا هاي الشغلات ما تخوفنا. احنا بسيطة الله وسيطة القائد مثل ما يقول، احنا منتصرين بعون الله. وهاي الشغلات التهديدات والكذا هاي احنا سمعانيها من زمان، يعني هاي لا تخوفنا ولا تهز شعرة من راسنا. الكرام، كنا معكم طيلة الفترة الماضية في جولة بين شوارع بغداد وأزقتها وأسواقها ومحلاتها، وتعرفنا كيف هي مجالس البغداديين وكيف يعيش العراقيون في هذه الأيام.